زي كفن تبع الموجة. صحر جهوية ومتعدية الاستثمار بتطوي في إطار دعم المجهود الوطني لمقاومة جائحة كورونا وبتعليمات من السيد رئيس الجمهورية القائد على القوات المسلحة. تشرف وزارة الدفاع الوطني الإدارة العامة للصحة العسكرية على حملة تلقيح لأهالي تطاوين، للغاية بتاعنا إن شاء الله نوصلوا تلقيح 20,000 مواطن، مش نعمل فرق قارة وفرق متنقلة، إن شاء الله دار مش ندوروهم وإن شاء الله نلقوا للعباد. عندنا إطار، عندنا فرق طبية وشبه طبية، إطارات جاتنا من تونس لتعزيز الفرق هذه، ومش الدور معناها بالحي بالحي بالدار بالدار، ومش نعمل فرق متنقل فرق قارة في كل من المساحة العسكرية جميع متعددة الاختصاص بتطوير وبنقاط تابعة للمؤسسات الصحية والجهوية للسلطة المدنية بتطوير. لكن مش تبدأ يوم 8 جويلية، غدا الخميس بحول الله، ومش ندوم حوالي 10 ايام، واذا كان مازال مش نواصلوا معناها لين نكملوا نلقحوا للعباد الكل. هذا هو بالفعل، نحن الوضع الصحي صعيب، خلينا نقول خطير، من اعلى نسب العدوى في الجمهوريه، وهذا اللي خلى معناها مجلس امن قومي برئاسه رئيس الجمهوريه بحضور السيد رئيس الحكومه يقرر انه تطاوين تكون اول ولايه تنطلق فيها اللجنه المشتركه والموحده بين الصحه العسكريه والصحه المدنيه، وتفعيل كل طبعا الجهات المختصة. احنا منذ الامس واليوم في الاستعداد، بعد حين ان شاء الله نص ساعة او ساعة لتقدير يوصل الوفد من الصحة العسكرية اللي تركب من 4 اطباء و16 ممرض، وغدوة ان شاء الله باش ننطلق في حسب رزنامة تم الاتفاق عليها في باش ندور كل المعتمديات للتلقيح، باش نختصر على المراكز القارة، باش يكون هناك ايضا دوريات متحركة او متجولة ربما باش تدخل للاحياء وللتجمعات السكنية. اليوم الهدف متاعنا الأساسي هو أن نكمل كل التلقيح اللي تقريبا عددها يوصل 20,000، ونحب لهنا ندعو أو نوجه نداء لكل المواطنين ضرورة التلقيح. هذا الفيروس لا يمكن القضاء عليه، لا يمكن الوقوف أمامه إلا بالتلقيح، واليوم والحمد لله إذا توفرت التلقيح ما عاش عنا أسباب باش ربما نكون عرضة أو نعرض أنفسنا وعائلاتنا للخطر. تم تسخير الوسائل الضرورية للقيام ب تاسك فورس سميناها اوبيراسيون تاسك فورس للتلقيح اهالينا بولاية تطاوين الكل. دونك سخرت جيش الفرق، سخر المعدات نتاعو الكل، جيش الطيران كيف سخر المعدات نتاعو وقعد مسخرين. الهدف نتاعنا هو تلقيح المسنين اللي 60 سنة فما فوق، مقيدين ولا مش مقيدين، ما عادش مشكلتنا تو مقيدين في إيفاكس، نجموا نلقحوا لهم ونقيدوا لهم ونقيدوهم في مومنتون، وباش نمشيو للمرحلة الثانية اللي هي 50 سنة فما فوق، وإلا المواطنين اللي عندهم أمراض مزمنة هذه معناتها تصير لوجيكتيف نتاعنا. دونك باش ندخلوا تو نتاع الولاية مع السيد الوالي والإدارة الصحية المحلية، نشوف كيفاش نعملوا الفرق المتنقلة، نشوفوا وقتاش كيفاش نبداو. احنا في بالنا باش نبداو اليوم في العشية في الليل ولا الصباح، وكما قلت لكم الهدف نتاعنا هو تلقيح مدى بينا 100% من العباد اللي باش نبداو بهم، وان شاء الله تحت التلقيح من بعد باش نكملوا اللقاح. دونك باش نلقحوا توا الجرعة الأولى اللي ما لقحوش، وباش تتعاود العملية بعد 3 أسابيع بالنسبة للجرعة الثانية.